يصنف ملف سد النهضة الإثيوبية على أنه من أكثر القضايا تعقيدا في منطقة حوض النيل وإفريقيا، فمنذ 7 سنوات ما زال الملف يراوح مكانه بين شد وجذب واختلاف واتفاق، في ظل مخاوف من أن تصل الخلافات في المواقف حيال هذه المسألة إلى حد التدويل. سد النهضة المشروع الحلم كما يصفه الإثيوبيون، يربض على نهر النيل الأزرق بمساحة تمتد 1800 كيلومتر مربع. انطلق العمل فيه عام 2011 بتكلفة فاقت 4 مليارات دولار بتمويل من الخزينة الحكومية وتبرعات الإثيوبيين، إلا أن هذا المشروع رافقه زخم سياسي واعتراضات منذ انطلاقه، لا سيما من دول المصب، وهو ما استدعى إنشاء لجان متخصصة وعقد مفاوضات طويلة وشاقة لبحث تداعياته التي وصفت بالسلبية. تقول مصر إن السد سيؤثر في حصتها السنوية من المياه في الوقت الذي تحتاج فيه أصلا إلى 21 مليار متر مكعب، تضاف مستقبلا إلى حصتها الحالية لسد احتياجاتها المتنامية، وهو ما يشكل خطرا على أمنها، فالسد سيحرمها من 60% من حصتها القادمة من نهر النيل الأزرق حسب تعبير المسؤولين المصريين. في الطرف الآخر تقول إثيوبيا إنها تنسق باستمرار مع السودان ومصر في مسألة السد استنادا إلى التزامها بمبدأ عدم الإضرار بمصالحهما، وتشير إلى وجود نقص في المعلومات لدى مصر بشأن السد، وتؤكد على ضرورة أن تدرك القاهرة الأهداف التنموية للسد وأنه لن يلحق ضررا بالشعب المصري. إثيوبيا أكدت وستظل تؤكد بأن هذا السد هو لأغراض تنموية واقتصادية لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة. وأكدت إثيوبيا وتؤكد مرارا بأن هذا السد لن يلحق أي أضرار بدولتي المصب مصر والسودان. الموقف السوداني بدوره يعتبر قريبا من موقف إثيوبيا، حيث أكدت الخرطوم أن سد النهضة سيحسن قدرتها على التحكم في فيضانات النيل وكمية الطمي، إضافة إلى أن السودان يعتزم شراء الكهرباء الرخيصة التي سيولدها السد، الذي سيضمن أيضا حصول الخرطوم على حصتها الكاملة من مياه النيل بحسب تصريحات المسؤولين السودانيين. ورغم عدم التوصل إلى اتفاق نهائي، ما زالت أعمال البناء في سد النهضة مستمرة، حيث أعلن وزير الري الإثيوبي اكتمال أكثر من 60% من أشغال السد، وأن عمليات البناء لن تتوقف ولو دقيقة واحدة، على اعتبار أن السد حق أساسي لبلاده للاستفادة من مواردها المائية في التنمية والقضاء على الفقر بحسب تعبيره. يعمل في سد النهضة قرابة 10,000 شخص، وزعت فرص عملهم بالتساوي بين الأقاليم الإثيوبية 9، في رسالة مقصودة من الحكومة مفادها إشراك ممثلين عن جميع القوميات الإثيوبية لإنجاز السد في الوقت المحدد. حسن رزاق، الجزيرة، أديس أبابا.